مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل سلسله شرح محاضرات ماده الهيد انيك. وصلنا الى سيشن 3. اوكي، طبعا من لازم نستارت سيشن 3. راح يسولف عن شنو؟ عن التيمبورال ريجن اند التيمبورال مانديبولار جوينت. منطقة التيمبورال اللي هي تكون هاي مالت الأذن، والتيمبورال مانديبولار جوينت اللي هو الارتباط ما بين المانديبل اللي هو الفك السفلي والتيمبورال. اوكي، فبالبداية راح ياخذ فوسة اللي هي الانفراتيمبورال فوسة. احنا مو عندنا الأذن، اوكي، وعندنا منطقة اللي هي تكون جوا الأذن، فهذه يسمونها انفراتيمبورال فوسة. زين، يقول الانفراتيمبورال فوسة بيها اثنين مصل. شن هن ذني المصل؟ اللي هن التمبوراليس مصل والميديال ان لاترال بالتريجويد مصل. هذه زين، هذه تمبوراليس مصل اللي هي هاي، والميديال ان لاترال بالتريجويد مصل. يقول هاي ذني المصل وين راح يفتحن؟ راح يفتحن ضمن الفورامينا اوفالي. اوكي، واللي هذه الفورامينا اوفالي راح تحتوي على اثنين فشر اللي هي الانفيريال اوربيتال فشر والبتري البتريو ماكسيلاري فشر والاليفيولار كانال والفورامينس بونجيوزم والمانديبل والمانديبولار دايفيجن. فبالبدايه احنا عرفنا انه راح ناخذ عظمه التيمبورال ريجن، وعرفنا انه هاي العظمة راح تحتوي على انفراتيمبورال فوسة اللي هي شلون بسة جوا التيمبورال. زين زين، هاي العظمة اللي هي الانفراتيمبورال فوسة بها اثنين مصل. شنو هن ذني المصل؟ اللي هن من اسمها انفراتيمبورال، فبها تيمبوراليس مصل وبها على الجانبين بتريجويد مصل من جهة الميديال واللاترال. زين، وين راح تفتح؟ راح تفتح ضمن الفورامينا اوفالي، فراح تحتوي على شنو؟ راح تحتوي على خمس شغلات اللي هي من ضمنها فورامينا سباينوزم، بعد راح تحتوي على قناة الالفيولار كانال، بعد راح يحتوي على المانديبولار، وبعد راح يحتوي على اثنين فيشر اللي هي البتيريجو ماكسيلاري فيشر، وبعد شنو عندي؟ انفيريور اوربيتال فيشر. زين، نجي يقول الكتاذية الى يعني التيمبورال او الانفراتيمبورال فوسة كارتري منين راح يجي؟ الاكسترنال كاروتيد ارتري ايش راح يعطيني؟ ماكسيلاري ارتري، فراح يهدي. فالاكسترنال كاروتيد راح يعطيني ماكسيلاري، راح يهدي. بعد ال 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 شو اسمه الماكسيلاري ايش راح يعطيه؟ راح يعطيني ميدل مننجيال ارتري، هم راح يغذيه. وبعد الاكسترنال راح يعطيني يعني فد ارتري ثاني اللي هو التيمبورال ارتري. فاذا ردنا نختصرها، الاكسترنال كاروتيد ارتري الساعد من الركبه راح يعطيني اثنين، للتيمبورال واحد، والماكسيلاري ارتري واحد، وبعد الماكسيلاري راح يعطيني منجيال ارتري، هماتين راح يغذي الانفراتيمبورال فوسة. كفين عندي هماتين، منجيال فين، ماكسيلاري فين، بتريجويد فينوس بلكسس، ذني كلهن راح يغذن الانفرا تيمبورال فوسة. زين، كنيرف من اللي راح يغذيه؟ النيرف اللي راح يغذيه اللي هو المانديبولار. نجي شوي نتعمق، أنا عندي تراجيمينال، التراجيمينال راح يعطيني المانديبولار، وهذا المانديبولار راح يعطيني أربع يعني أربع نيرفات هن اللي راح يغذن، اللي هن واحد قبل الأذن وضمن عظمة التيمبورال، فشي يسمونه؟ يسمونه أوريكولو تيمبورال نيرف. بعد جوا الألفيولار فيسمونه إنفيريور ألفيولار، بعد إنجواينال نيرف، وبعد بوكال نيرف. ذلي كلهن راح يغذن ال شو اسمه، راح يغذن الإنفيريور تيمبورال فوسة. زين، هاي الإنفرا تيمبورال فوسة وين راح تفتح؟ بالفورامينا أوفالي، تمام. وشنو راح تلقاه؟ راح تلقى هذني اللي تونا حكينا عنه. اوكي، بس شنو نسوي؟ فد هيجي مراجعه سريعه للموضوع. عندي اني انفراتيمبورال فوسة، اوكي، هاي الطسه، هاي الطسه بها اثنين مصلز اللي هي الميديال واللاترال بتريجويد مصلز. وبعد شنو عندي؟ عندي
temporalis muscle. زين وين راح يفتحن؟ راح يفتحن بالفرامين الأوفري. إيش راح نلقى؟ راح نلقى اثنين فشار. شن هن اللي هن؟ بتلقوا maxillary fissure والinferior orbital fissure. أوكي وبعد راح نلقى قناة الألفيولار والفرامين spinosum والmandibular division. أوكي زين. كأرتري كشريان يغذي منو عندي الاكسترنال كاروتيد أرتري راح تعطيني الماكسيلاري وش راح تعطيني؟ راح تعطيني من ال 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 التمبورال أرتري. بينما الماكسيلاري أرتري ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني المنينجيال أرتري كفين ذكرناها. نجي من النيرف. النيرف أنا عندي عصب ثلاثي اللي هو الترايجمينال نيرف. الترايجمينال نيرف يعطيني الماندبل. الماندبل ايش راح يسوي؟ راح يعطيني أربعة اللي هو الأوركيلو تمبورال نيرف، إنفيريور أريفيولار نيرف، ليليجوال نيرف، بوكال نيرف، كوردا تيمباني. أوكي زين زين هاي شنو بالله زين نجي نكمل. يقول إنه المانديبولار نيرف بلوك إذا صار عندي فد بلوك انغلاق المانديبولار نيرف. المانديبولار نيرف شي غادي يغذي الانفيرال تمبورال فوسة انفراتمبورال فوسة. زين إذا انغلق زين إذا انغلق إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي anesthetic injury near to the mandible nerve where enter infratemporal fossa near to the foramen ovale inferior alveolar lingual bilingual. ها شو قصده؟ قصده انه هذا المانديبولار نيرف بلوك من الممكن المانديبولار نيرف اللي راح يغذي لي الانفراتمبورال فوسا من الممكن انه ينسد او يتخدر. فاذا تخدر نتيجه الى حقن ابره انفراتمبورال فوسا فكل الاعصاب اللي راح يعطيني خدر. يعني هسه احنا هنا شنو قلنا انه انا عندي ترايجمينال يعطيني ثلاثه من ضمنهم المانديبولار راح يعطيني اربعه اللي هي اللينجوال والبوكال والانفيرير الفيولار والاوركيلو تمبورال نيرف. ذني كلهم راح يخدر. ليش؟ لان المانديبولار تخدر. اوكي بينما الانفيرير الفيولار نيرف اذا تخدر او مثلا اذا نسيت شو اللي راح يصير؟ طبعا هاي يستخدموها اهل الاسنان. ممكن راح يصير عندي انستاتيك يعني خدر. وين راح يصير او التخدير وين راح احقنه؟ العفو راح احقنه بمنطقه المانديبولار فورامين اللي موجوده بالفتش السفلي. اوكي فمن راح احقنه بهاي المنطقه شنو اللي راح يصير؟ راح يصير انه كل اسنان الفك السفلي راح تتخدر. اوكي وبنفس الوقت الجلد راح يتخدر، الميوكوس ميمبرين راح يتخدر، اللور ليبس راح تتخدر. ويعني هن هذني كنهن الجو مالت المندبل راح يتخدرن. اوكي بينما هسه راح نجي نسولف عن شنو؟ عن التمبورو مانديبولار جوينت اللي هو الجوينت اللي راح يربط ما بين التمبورال والماندبل. يقول هذا الجوينت اللي راح يربط ما بين التمبورال والماندبل شنو نوعه؟ نوع سينوفيال جوينت. بين منو منو راح يربط ما بين الماندبل اللي هو الفك السفلي وما بين نهايه الكرانيوم مالت الفك العلوي. زين زين يقول هذا السوبيريور لي من الجسم العلوي هو صاير يعني شلون نقول انه الماندبل صاير مثل الطسه اللي هي هاي بالبنفسجي والفوق الجزء الحلوي صاير مثل الطوبه راح يجي يقعد وين بهاي الطسه تمام. فهذا راح يكون الفوق انفيريرلي والجو راح يكون سوبيريرلي راح يحد. يعني اذا كان سوبيريرلي فقصده انه الطسه مالت الماندبل، اما انفيريرلي فقصده الراس مالت من مالت الماندبل. زين يقول هذا الارتيكولار ديسك اوف ذا تي ام جي اولسو نون از ذا مينيسكس. مينيسكس هو عباره عن شنو؟ يعني شلون نقول هو الديسك او الارتباط ما بين التمبورال والمانديبولار. مو سميناه تمبورال مانديبولار جوينت، ممكن انه نسميه منسكس. زين هذا المنسكس منين يتكون؟ هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن فايبروكارتج، يعني عباره عن غضاريف وعباره عن شنو؟ فايبرس تمام. وبس زين زين هسه شنو خلصنا الذني التمبورال مانديبولار جوينت
temporomandibular joint وقلنا منين يتكون. اوكي زين، هسه احنا اخذنا او نسوي شويه مراجعه سريعه. انفرا تمبورال فوسا، هذه الانفرا تمبورال فوسا او الطسه بها اثنين مصل. شنو هن المصل مالتها؟ تمبورالس مصل وميديال لاترال بتيريجويد مصل. ذن المصل اثنيناتهم وين راح يفتحن؟ بالفرامينا اوفالي. اوكي، وراح يكون راح يلقى نقبالهن اثنين فيشر اللي هن البتيريجو ماكسيلاري فيشر، وعندي انفيريال اوربيتال فيشر، وعندي قناه الاليولار والفرامينا سباينوزم، وعندي المانديبيلار دايفيشن. من كنا راح يلقين هن قبالهن كأرتري غذي قلناهن وكفيني غذي قلناهن. نجي للنيرف، النيرف عندي الثلاثي راح يعطيني المندبل، المندبل راح يعطيني أربعة اللي هن اللينجوال والبوكل انفيريال الفيولار والأوريكولو تمبورال نيرف. أوكي زين، نجي إذا سد ال ال المندبل راح يعني راح شلون نقول راح يخدر بقيه التفرعات اللي راح يعطيهن، لان المندبل يعطيني اربعه الالفيولار واللينجوال والبوكل والاريكولوتمبورال، فكنا راح يخدرهن. زين نجي من الجوينت، اوكي اللي هو التمبورال مندبولار جوينت، وذكرنا قلنا هو عباره عن ارتباط ما بين المندبل ونهايه الكرانيوم. اوكي، وذكرنا انه اسمه التمبورال مندبولار جوينت، اسمه الثاني او يعرف ايضا باسم منسكس اللي هو عبارة عن فايبروكارتليج، نتيجة الارتباط ما بين المندبل والنهاية الكرانيوم. زين يقول انه شو اسمه هذه الحركة مالت التمبورا مندبيلر جوينت، يقول انه it always mandible that displacement in order for movement of to occur movement occurred by displacement in either superior joint cavity or inferior joint cavity. يقول ال 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 الحركة مالت ال TMJ temporal mandibular joint من اللي راح يسويها المانديبل، فمن الممكن إنه الشخص يسوي flexion extension translation أثناء عملية الكلام، هم مثلا نلاحظ إن الفك السفلي اللي يتحرك، rotation يعني دوران الفم. أوكي، فذني الحركات اللي ممكن يسويهن. أوكي، flexion نسد الماوث، extension نفتح الماوث، translation يصير أكو عملية protrusion and retrusion، يعني شلون انه الفك يروح ويرجع يتقدم للامام وللخلف، والروتيشن دوران الفم. زين الفلكشن من المسؤول عليه؟ اللي هي الماستر ماسلز والتمبرالس ماسل والميديال بتيريجويد ماسل، وكل حركه من المسؤول عليها، ممكن انه ما نحفظها، ممكن انه نعرف فقط انه تي ام جي يسوي فلكشن اكستنشن جلايدنج وروتيشن. نجي شنو الopening movement of the TMJ؟ يقول إنه قلنا إن إحنا إنه TMJ joint هو عبارة عن يعني synovial joint، أوكي، وراح يحتوي على synovial membrane، وهاي أخذناها من MSK، وقصده بالsynovial membrane إنه شلون الغشاء، تمام؟ حتى شنو؟ حتى يخليه يتحرك بكل الاتجاهات. فشنو نوع الحركة مالته؟ هو hinge movement، أوكي؟ زين والكلوزنج هم نفس الشيء، هم ما تنوع الحركة ما تهنج موفمت، وإحنا قلنا إنه الأوبن راح تتحكم بها لأن المصل، والكلوزنج راح يتحكم بها التمبرالس والماستر. فمجرد إعادة للموضوع، TMJ joint capsule، TMJ joint capsule يقول إنه like all synovial joint TMJ has the fibrous capsule. This capsule is thin and loose to permit the movement of the joint and the strength of the extracapsular ligament. قلنا احنا TMJ joint شنو نوع الجوينت مالته؟ synovial joint، صح؟ صح. قلنا احنا بالMSK انه كل synovial joint بيهم شنو؟ بيهم capsule اللي هو fibrous capsule. اوكي، هذا الفايبرس كبسول كوظيفه له يسمح بحركه الجوينت، وبنفس الوقت يعطيني قوه للجوينت، يعني يسمح بالحركه ويعطيني قوه للجوينت. زين هسه نجي احنا اخذنا تي ام جي، لازم نعرف شنو الارتباطات مالته من ناحيه السوبيريور انفيريور ميدل لاترال. بالسوبيريور بالجزء العلوي راح يرتبط بفوسه اللي هو
المانديبولار فوسا اند اركولار تيوبركلز. بالجزء السفلي ايش راح يرتبط بالكوندايل اوف ذا مانديبول اكسترا كبسولار ليجمنت. هذا طبعا شنو يعني السوبيريور والانفيريور. نجي انمن الى اللاترال. لاترال من الجانب عندي سترونج ليجمنت. شنو اسم هذا السترونج ليجمنت؟ تمبورال مانديبولار ليجمنت. راح يربط للتمبورال وهي المانديبول اوكي بشكل كلش قوي حتى لا يفلت. من الميديال عندي شنو هماتين عندي ليجمنتات اللي هي السفيرو مانديبولار والستايرو مانديبولار ليجمنت. فبالاختصار باختصار شديد هذا عندي تي ام جي ارتباط بين التمبورال الفوق وما بين المانديبول. فمن جوا عندي المانديبول من فوق عندي فوسة اللي هي شنو اللي هي المانديبولار فوسة. من الجانبين عندي ليجمنتات حتى شنو حتى يثبت لنا ما يخلينا يتحرك اللي هن اثنين اللي هن سفينو مانديبولار ليجمنت وستاينو مانديبولار ليجمنت. هاي من جهة الميديال. من جهة اللاترال عندي تمبورو مانديبولار ليجمنت. زين 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 نجي انه هذا تي ام جي اللي هو التمبورو مانديبولار جوينت من المسؤول عن عمليه الاستقرار مالته. يقول هذا تي ام جي از ذس ستيبل وين ذا جاو از اوبن اما يكون ستيبل وين ذا جاو از كلوز. يعني اذا كان الفك مسدود هو ستيبل مستقر اما اذا مثلا اكلنا لقمه كبيره او ينفتح وينسد بشكل قوي لا ايش راح يصير بيه؟ راح يخرب. شنو الديسوردر شنو الاضطرابات اللي ممكن انه تصير بال تي ام جي اللي هو التمبورو مانديبولار جوينت؟ ممكن انه يصير عندي خلع بالتمبورو مانديبولار جوينت. زين اذا صار عندي خلع نتيجه الى شنو؟ اما ضغطت عليك كلش قوي اكسسيف كونتراكشن او اكلت لقمه كبيره من الاثنيناتهم من الممكن انه يسبب لي شنو خلع بالتي ام جي. اوكي واذا صار عندي خلع بالتي ام جي الفم راح يهدل واذا هدل الفم الشخص بعد ما يقدر يسد فمه يعني يبقى هادل. اوكي زين dislocation of the TMG most common result from side away below two chain when the mouth is open. Dislocated the TMG on the side that received the pillow dislocated of TMG may also accompany fracture of the mandible. يعني ال TMG قلنا من الممكن انه يصير بي dislocated اذا ثوابنا كلش قوي او اذا اكلنا مثلا لقمة كبيرة او مثلا اذا مثلا شخص انضرب بوكس وهو فاتح يعني فمه. فمن الممكن انه يصير عندي dislocation وبنفس الوقت يصير عندي كسر بالمانديبل. عندي فد 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 يعني شلون مثل ما واحد يقول اعراض الصير نتيجة للخلع مثل من عندي مثل عندي البروكسيموس لا البروكسيم. البروكسيم هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن شنو؟ سرير الأسنان. بروكسيم وممكن يصير عنده ألم بالتمبورو مانديبولار نفس الوقت راح تخرب الوظيفة مالت الجوينت فيهدل الفم. وممكن انه يصير عنده متلازمة اللي هي المال اوكليوجن سيندروم. المال اوكليوجن سيندروم اللي هو بين بالبصل اللي تكون داير مدار الأسنان وبالتالي راح يسبب لي مشكلة. فالأعراض اللي هي أكثر شيوعا بين بروكسيم وبنفس الوقت الوظيفة راح تخرب وبنفس الوقت ممكن يصير عنده سيندروم اللي هي المال اوكليوجن سيندروم. هنا خلصت سيشن 3 اتمنى يكون سهل وواضح وان شاء الله تكونوا فهمتوا بكل تفاصيله. شكرا جزيلا.